صباح الخير ورود، صباح الخير أمونيا، صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا وجولاتنا، مثل ما تفضلت زميلتي، احنا فعلا موجودين في منطقة السالمية، في بلدية السالمية التابعة لبلدية محافظة حول. لكن احنا ودنا نعرف المشاهد الكريم ان قبل فترة اطلقت بلدية الكويت اصدار رخصة البناء الالكترونية. بالسابق كانت هذه الرخصة تستغرق من 3 أشهر الى 4 أشهر، لكن خلال هذه الفترة طبقت البلدية ممكن تستغرق من خلال نص ساعة تكون رخصة البناء جاهزة. وهذه الرخصة تطلع في محافظة حولي والمبارك الكبير والعاصمة فقط، في 3 محافظات. ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن الموضوع هذا. معنا المهندس جاسم الخضر، مدير إدارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة حولي. يعطيك العافية مهندس، صباحك الله بالخير. يا أهلا فيكم، صباح خير وجميع المشاهدين، صبح عليكم صباح الخير. مهندس، أول شيء ودنا نتكلم الله يسلمك عن طريقة استخراج رخصة البناء الحالية الآن الإلكترونية هذه. بالسابق مثل ما تفضلت أنه 3 أشهر 4 أشهر، الحين خلال نص ساعة، خلال 10 دقائق تكون هذه الرخصة جاهزة. نعم صحيح، بالسابق كانت تطول المعاملة من 2 إلى 4 أشهر حسب صعوبتها والأوراق المستندية. حاليا أصبح كل شيء إلكتروني، حاليا صارت المعاملة تستغرق من 7 دقائق إلى ساعتين أو ساعة حسب صعوبتها. يعني في إجراءات موجودة، شو الإجراءات؟ مثلا احنا قاعد الآن كاميرتنا تأخذ لقطات على الجهاز الحاسب الآلي، ودنا نتكلم شنو الطريقة اللي يعني طريقة استخراج هذه الرخصة. نعم، حاليا تقدم لنا أحد المكاتب الهندسية طلب ترخيص، وممكن نشوفون الشاشة عند المهندس قاعد يدرس المعاملة. أول شيء يشيك الوثيقة مع سجل العقاري، في ربط بين البلدية وبين السجل العقاري بخصوص الوثيقة إن كانت صحيحة أم غير صحيحة. بعد ما ينتهي يشيك مع رقم المدني، مع البطاقة المدنية، يشوف رقم المدني للأرض هل هي صحيحة من عدمه. بعدين ياخذ الاجراءات الفنيه اللي هي يدرسها من ناحيه الارتدادات والارتفاعات، من ناحيه قانون البناء هل ينطبق عليها او لا. بعد ما تندرس من ناحيه فنيه وتنتهي خلاص مطابقه للقانون، المهندس يصدرها. اذا فيها رخص تعديليه سابقه ممكن يدش على الارشيف الالكتروني يشوف الرخص السابقه ويطابقها. إذا احتاج كشف ممكن من خلال النت نفسه يحولها لإدارة ثانية للكشف لإدارة الرقابة. مهندس جاسم، بالسابق كان قبل المندوب أو صاحب الشركة أو صاحب العلاقة يوصل هني، الآن يعني هذا الشغلة ما تكون مباشرة، كلها عن طريق الحاسب الآلي. انتهت، ما في أي مستندات ورقية، جميع المعاملات تكون بالنت، لا فيها مندوب ولا فيها صاحب العلاقة يراجعنا ولا فيها مكتب هندسي يراجعنا. أي استفسار عن طريق التراسل الإلكتروني بالبرنامج بين البلدية وبين المكتب الهندسي. يعني نقول قبل كان في بعض الأخطاء أو بعض التلاعب، الآن هذا انتهى نهائيا. حاليا أنا أقدر أصرح لكم أن الفساد انتهى. يعني ما في، قبل كان مثلا في بعض الأمور أو التلاعب، الآن هذا الشيء كله انتهى خلاص، كله عن طريق الحاسب الآلي. انتهى نهائيا. نعم. نقدر نعلنها كبلدية، احنا بالنسبة لنا كرخص البناء انتهت. يعني خلاص يطلع رخصته. ودنا نتكلم ان عندكم ربط في انتهت. نعم. بسبب عدم وجود تدخل بشري. يعني نهائيا ما في تدخل اي بشري. نعم. لو نتكلم عندكم الرابط او عندكم الترابط اللي موجود مهندس في 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 عندكم في البلدية، مثلا مع المساحة، الرأي التنظيمي، الارشيف، السجل العقاري، الرقم المدني، وزارة العدل، هذه يعني الان ربطت كله عندكم عن طريق الحاسب الآلي. نعم، حاليا المهندس قاعد يدرس المعاملة وقاعد يربط مع السجل العقاري، يشيك على الوثيقة. نعم. يربط مع الرقم المدني، يشيك على الرقم المدني، يربط مع ملف الارشيف الفني للعمارة والغسيمة، يشوفهم كلهم مطابقين كذي يقدر يعتمدها وهو مطمئن. لأن الدراسة عبارة عن شنو المهندس؟ على الداتا المعلومات، تعطي داتا معلومات صحيحة يعطيك رخصة سليمة، تعطي داتا ملعوب فيها هو بشر. مهندس الآن صارت حتى عليكم أنتم المسؤولين والمدراء والمهندسين في عندكم رقابة موجودة، قبل كانت موجودة لكن الآن فعلت الرقابة. يعني المدير لازم خلال الساعة اللي يستلم فيها الرخصة وتكون موجودة يكون لازم المدير منهي هذه المعاملة. صحيح، بالنسبة لما تأتي المعاملة من المكتب الهندسي
المهندس يستلم المعاملة، التوزيع ما يكون بشري أو المدير يحول، التوزيع يكون إلكتروني بالعدالة بين المهندسين. توزع المعاملات آليا، المهندس لما توصل له المعاملة يستلمها عنده 24 ساعة مهلة. بعد ال 24 ساعة فقط 24 ساعة، ما 24 ساعة مفروض ينهي المعاملة. إذا ما أنهاها في جهاز رقابي على البرنامج لدى المدير العام يبين عنده ألارم انذار ان المعامله ما خلصت. المهندس المعامله طولت اكثر من 24 ساعه، نعم، فيوجه تنفيذ مباشر للمهندس ان المعامله، نعم، تاخرت. مهندس احنا قبل انهي اللقاء ودنا يعني الان رخصه موجوده انت تعتمدها كمدير، انا كاميرتنا راح تاخذها، شلون نقدر مثلا تعتمد هذه الرخصه امام المشاهدين الكرام؟ خلينا نتابعهم. نعم باشمهندس درس المعامله اعتمدتها باشمهندس. يلا الحين راح يعتمد هذه الرخصه الان، نقدر نخلصها مباشره، فالمدير راح يعتمدها في هذه الرخصه. هني عندك العين هني تقدر تعتمدها مهندس، ها؟ اي نعم، حاليا في عندي رخصه اعتمدها احد من المهندسين. نعم هذه هني. اي نعم تدخل على الجهاز وتعتمدها، صح؟ نعم. راح تكلم مهندس عشان حاضر خلاص. ها الحين عندي رخصة يعطني من المهندس ان اعتماد لدى المدير، ادخل عليها. شيك على الرخصة، ادش على التتبع. نعم فعلا الرخصة اوكي كل شيء تمام خلاص. الحين مهندس مواد نهائي، حلو، ادش على المرفقات اشوف المهندس حاط لها باركود. يعني مهندس الان رخصه خلاص تكون جاهزه تطبع؟ حاليا جاهزه، بس انا قبل لا اعتمدها لازم اتاكد ان حط المهندس ختمه وحط الباركود. مهندس احنا يمكن من ضيق الوقت شويه، هذا احنا خلاص الحين احنا اكيد ان المشاهد الكريم عرف شلون يقدر هذه الرخصه. ها خلاص اعتمدت الحين، ها؟ هذه حاليا هي اعتمدت. هذه رخصة كهي جاهزة. هذه رخصة جاهزة. ما شاء الله، الله يعطيك العافية مهندس عساك. المكتب يحط بس الكينت ويدفع الرسوم المغررة ويطبع الرخصة والمخطط كلها عنده. يعطيك العافية المهندس جاسم الخضر مدير إدارة التراخيص الهندسية ببلدية الكويت، عساك على القوة. مشاهدي الكرام شاهدنا معاكم شلون استخراج رخصة البناء خلال نص ساعة، رخصة البناء تكون موجودة عند المكتب الهندسي تاخذها، تبني بيتك تبي تهدم هني موجودين البلدية يخلصوا معاملتك عن طريق الحاسب الآلي. راح نرجع إلى ورود وإلى منى لتكملة فقرات برنامج صباح الخير. زملائكم الهواء، شكرا.